ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج حاجه لذيذه جدا. النهارده هنعمل بيتزا وهوريكم ازاي هنعمل عجينه البيتزا بشكل مختلف. هنعمل بيتزا بالبيبروني وشويه جبن هقول لكم عليها، وهنعمل برضو كالزوني اللي هو نفس عجينه البيتزا بس محشي حاجات مختلفه هتعرفوها برضو لما نيجي نعملها. ولو في وقت ان شاء الله هعمل عصير. عندنا برضو تقارير ظريفه، بنسال الناس في الشارع امتى اخر مره اكلتوا فيها بره، وبنسالهم الفرق بين البيتزا الايطالي والبيتزا الامريكاني، وعندنا تقرير عن التفاح وفوائده. ما تنسوش بعد الحلقه تخشوا على البيج بتاعتنا على الفيسبوك، تشوفوا مقادير الحاجات اللي احنا عملناها وتجربوها، وتبعتوا لنا على الايميل رايكم واي اقتراحات او اي اكل عايزين نعمله. وما تنسوش برضو تعملوا لنا فولو على تويتر عشان تعرفوا مواعيد الحلقات وايه اللي هيتعمل في كل حلقه. اول حاجه هنبتدي بيها هي عجينه البيتزا، بس بعد ما نرجع من الفاصل. اول حاجه هنعملها دلوقتي العجينه بتاعه البيتزا. محتاجين 400 جرام دقيق عادي اللي هو متعدد الاغراض موجود في السوق، وهنكمل النص كيلو او هنحط عليها 100 جرام من الدقيق اللي هو اسمه سيمولينا، اللي هو الدقيق اللي برده موجود في السوق اللي بيستخدموه في البسبوسه وشويه حلويات. فعندنا نص كيلو دقيق هنحطهم على البورد، وهنرش عليهم شويه ملح، حوالي معلقه صغيره، وحوالي معلقه كبيره خميره، وهنقلب الكلام ده في بعضه. وريت طبعا يبقى البورد نظيف، وطبعا لو جرانيت او رخام يعني سطح يبقى ساقع شويه وناعم ونظيف. وهنعمل حفره كده في وسط الدقيق، هنعمل حفرة في وسط الدقيق، واللي فيكم شاف صناعية بيشتغلوا في مواقع لكننا بنخمر مونة بالظبط. هنوسع شوية الخرم اللي هنعمله او الحفرة اللي هنعملها عشان مفيش حاجة تهرب. هنحط في النص حوالي معلقتين زيت زيتون، محتاجين حوالي 200-250 ملي مية، او اللي هي حوالي ربع كوباية. هنحط مية شوية صغيرين، ولو احتاجنا حسينا ان العجينة محتاجة مية تاني هنزود. وهنجيب شوكة وهنبتدي نقلب واحدة واحدة. طبعا في انواع كتيره من الدقيق، في دقيق اللي هو متعدد الاغراض، ده بيستخدم في حاجات كتيره جدا زي العجائن البيتزا والعيش، وفي المكرونه برده، وفي دقيق السيمولينا اللي احنا استخدمناه، وفي دقيق الذره، وفي دقيق شعير بيستخدموا في العيش اللي هو السن او العيش بتاع الرجيم، وفي دقيق بتاع حلويات خبزه حلويات بيبقى مختلف شويه. هنخلي بالنا احنا هناخد كل شويه طبقه كده من الدقيق ونقلبها بالشوكه، ونقعد نعمل الموضوع ده لحد ما نحس ان خلاص الشوكه مبقاش ينفع نستخدمها. محتاجين نزود شوية مية، خلي بالنا عشان المية ما تجريش، مش عايزين نزود مية كتير عشان مش عايزين العجينة تبقى مبلولة زيادة عن اللزوم. ولو العجينة حسيناها طرية زيادة عن اللزوم الموضوع بسيط جدا، هنزود دقيق.
طبعا البيتزا من الاكلات المشهوره جدا في مصر، والاطفال كلهم والكبار بيحبوا ياكلوا بيتزا، بس في اغلبيه الاوقات بياكلوها بره او بيطلبوها دليفري. فلو هو الموضوع سهل كده، ممكن ست البيت او الشخص المسؤول اللي بيطبخ يعمل بيتزا في البيت. حتى العجينه ممكن تتخزن، وهقول لكم نقدر نخزن عجينه البيتزا ازاي. كده العجينه ابتدت تتماسك شويه، ولكن لسه ناشفه، فممكن نزود عليها شويه ميه صغيرين مش كتير. وزي ما احنا شايفين خلاص، اما بنعجن كتير العجينه بتبطل تفرول. طبعا البيتزا ممكن نعملها في الفرن في صينيه بيتزا، او لو حد عنده فرن فيه بلاطه ممكن تتعمل على البلاطه وتبقى احسن، بس ساعتها محتاجين كوريك بتاع بيتزا اللي هو زي عند الفطاطري اللي بيشيل بيه الفطير يدخله الفرن ويطلعه من الفرن. وطبعا احلى بيتزا اللي هي بتتعمل في الفران البلدي، او الفران اللي هي بحطب ونار. البلاطه دي بتتباع في حتت معينه في مصر، بتبقى بلاطه في منها انواع من الحجر او الجرانيت، وفي منها انواع فخار. وميزة البلاطه دي ان هي درجه حرارتها دايما بتبقى اعلى من درجه حراره الفرن، لان هي بتقعد تمتص بالحراره وتحفظها. فلما نحط البيتزا، البيتزا هتاخد 3 4 دقايق وتستوي، لان درجه حراره الفرن الحطب ده بتبقى عاليه جدا نتيجه الشكل بتاعه المجوف، بيبقى السقف بتاعه عامل زي القبه من جوه كده. تقريبا عجينه البيتزا كده خلاص خلصت. هنجيب بولة فاضية ونرش فيها شوية دقيق، ونسيب العجينة فيها ترتاح لمدة تلت ساعة لنص ساعة. لو انتوا جايبين خميرة مصري فهتسيبوها ساعتين تلاتة، لان الخميرة المصري بطيئة شوية. كده احنا خلصنا عجينة البيتزا، هنطلع فاصل نتفرج على تقرير ونرجع تاني. انا بحب البيتزا الايطالي احسن من البيتزا الامريكي. الايطالي طبعا، البيتزا اصلها ايطالي. نفضل البيتزا الايطالي، والولاد بيحبوا البيتزا الايطالي، وهي كل انواع البيتزا يعني الولاد بيحبوها. بحب البيتزا الايطالي علشان بتبقى رفيعه، والخضروات والحاجات اللي عليها والجبنه وبتاع بتبقى اكتر، يعني طعمها بيبقى واضح اكتر من السميكه اللي هي الامريكي. انا بفضل جميع انواع البيتزا. انا بحب البيتزا جدا، واولادي كلهم بيحبوا البيتزا يعني جدا جدا. البيتزا الايطالي بتبقى خفيفه عن الامريكاني، سمكها بيبقى خفيف شويه، الخضار فيها بيبقى اكتر، بتبقى لايت شويه، الولاد بيعرفهم ياكلوها. الايطالي كده يعني بيبقى عليها صوص طعمه حلو قوي، وبحب يعني اكل بيتزا ايطالي احلى. اهلا بيكم مره تانية بعد الفاصل. شفنا راي الناس في التقرير اللي فات عن الفرق بين البيتزا الامريكاني والبيتزا الايطالي، واحكي لكم برده تاريخ البيتزا شويه واحنا بنشتغل في الصوص بتاع البيتزا. اول حاجه هنعملها، هنجيب طاسه غويطه شويه نحطها على نار عاليه، محتاجين شويه زيت زيتون، وهنحط عليه فصين توم مبشورين،
هنبشر الثوم على الزيت، هنبشر الثوم الثانية، ونحط شوية ملح وفلفل. نجيب الفلفل والملح، معرفش استخبى راح فين، عندنا هنا ملاحة ممكن نستخدمها، وهنحط على الكلام ده ريحان فريش. عجينة البيتزا دي أهم حاجة، أو من أهم الحاجات في البيتزا، يعني أي فليفرز عايزين تدخلوها في البيتزا هنحطها كلها في الصوص بتاع البيتزا الأحمر. يعني أي حاجة بتحبوها، ليمون، نعناع، ريحان، كل ده يتحط. نحط برضو نعناع. وهنجيب الطماطم اللي هي صلصة الطماطم المعلبة، الطماطم الصحيحة، هنحط 2، وهنجيب معلقة نقلب الكلام ده كله. هنقطع الطماطم اللي هنحطنا. طبعا دي مش صلصة عادية، دي طماطم محطوطة جوه صلصة، يعني نفس خلطة الصلصة الحمراء بالظبط بس جواها قطع طماطم. هنجيب طماطماية فريش برضو نحطها جوه، نقطعها كبير صغير مش فارقة، احنا كده كده هنصفي الصلصة دي بعد كده. وهنقلب الكلام ده كله، نسيبه يستوي. هنحط عليه البهارات بقى اللي انتوا نفسكوا فيها، عندنا هنا بقدونس ناشف، روزماري، زعتر، نعناع ناشف، اي بهارات بتحبوها حطوها على الصلصة. وهنسيبها على نار عالية لحد ما تغلي. كده يبقى احنا تقريبا قربنا نخلص الصوص بتاع البيتزا، وزي ما قلت لكم في صوصات كتيرة جدا ممكن تعمل البيتزا، ولكن اي فليفرز عايزين تحطوها في البيتزا غير التوبنج او الحاجة اللي هتتحط على الوش حطوها كلها في الصوص وبعدين تصفوه. هنعمل مرة بيتزا بصوص ابيض وكفتة، وهنعمل بيتزا بصوص سبانخ، وهنعمل حاجات جامدة جدا ان شاء الله. كده خلاص الصلصة بتخلص، بس عايزينها تغلي شوية عشان تتسبك او تستوي وبعدين هنصفيها. طبعا البيتزا اصلها يوناني، بس ما كانتش بيتزا وقتها، كانت عجينة شبه البيتزا، وبيحطوا عليها شوية اعشاب او هيربز، وبعدين الفكرة دي اتنقلت لايطاليا، فابتدوا يحطوا عليها صلصة حمراء وجبنة، وبقى اسمها بيتزا في ايطاليا، عشان كده الشائع ان البيتزا اصلها ايطالي، وهو جزء منه حقيقي، يعني العجينة يوناني بس الصلصة الحمراء دي ايطالي. وبعدين ابتدت بقى تتنقل لكل حتة، فراحت امريكا، فابتدوا يعملوا بقى بيتزا البان والثين والحاجات اللي هي ستافت كراست او المحشية جبنة، وكلها سبابيب، يعني الناس بتاكل منها عيش، فكل ما نطلع حاجات جديدة الناس هتشتريها اكيد. هنصفي الصلصة دي، نوطي على النار شوية عشان ما تفرقعش.
هنصفيها في بولة. وبعدين هنرجعها تاني. في نفس الطاسة اللي كانت فيها. بس نشيل الطاسة على النار عشان ما تحرقش. النهارده هنحط على البيتزا بيبروني. والبيبروني اصلا اصله يعني بيتعمل بلحم خنزير، وفي منه طبعا في مصر البيبروني اللي هو البقري، فده اللي هنستخدمه النهارده. طبعا البيبروني اللي هو شبه اللانشون شويه هوريه لكم، ده بيبقى خلطه لحوم مفرومه مع بعض وبعدين بتتدخن زي اللانشون بالظبط. غرقت نفسي صلصه بس تمام. هنصفي الصلصه كويس جدا. خلاص صفينا الصلصة كلها. هنرمي الكلام ده كله. هنرجع تاني الصلصة في الطاسة الغويطة اللي احنا كنا عاملينها. وهنسيبها بقى على نار متوسطة. زي ما قلت لكم عجينة البيتزا اللي احنا عاملينها دي تكفي 2 بيتزا، اللي هما تقريبا قطر 30 سنتي اللي هو قطر الستاندرد بتاع البيتزا. هنقسمها 2 عشان واحدة هنعمل بيها الكالزوني وواحدة هنعمل بيها البيتزا. وهنرش شوية دقيق على البورد. وعندنا العجانة برضو هندهنها دقيق شوية. ونكور العجينة ونبتدي نفردها بالراحة. مش عايزين نستعجل في الفرد عشان عايزينها تبقى مدورة على قد ما نقدر. فهنفرد في اتجاه شوية وبعدين نلفها ونفرد شوية في الاتجاه التاني. نحاول على قد ما نقدر ان هي تبقى مدورة. وعايزين نعمل بيتزا رفيعة مش عايزينها تخينة. ومن اكتر الغلطات اللي بتحصل في موضوع البيتزا ده ان احنا نزود قوي الحشو اللي عليها فيبقى نقلها صعب. يعني تلاقي ان انت عملت بيتزا وحطيت عليها سمك ولبن وكل اللي بتحبه، وبعدين تيجي عشان تشيلها تدخلها الفرن تلاقي العجينه مش مستحمله. في بقى النشابه اللي هي الخشب كلها الكبيره دي اظرف علشان بتغطي العجينه كلها. يعني في المطاعم اللي هي متخصصه في البيتزا بتلاقي الراجل معانا الشابه حوالي متر بيعمل بيها جميع احجام البيتزا. اهم حاجه نتاكد ان البيتزا تبقى كلها تقريبا نفس التخانه علشان مفيش حتت تستوي اكتر من حتت. طبعا العجينه دي احنا بنعملها رفيعه زي البيتزا الايطالي التقليديه، مش زي البيتزا الامريكاني اللي هي التخينه واطرافها محشيه جبنه. التيشيرت بتاعتي بقت كلها صلصه ودقيق، ولكن دلوقتي مسحيق الغسيل تطورت وبقت بتشيل اصعب البقع، سواء كان الواحد بيطبخ او بيقطع لحمه او ولاد بيلعبوا في الطينه. معرفش ليه دايما في مسحيق الغسيل بيجيبوا اطفال بتلعب في الطينه. يعني انا حاسس ان دي موضه وبطلت. هتلاقي واحد جاي كله طينه. وبعدين الستات تغيظ بعض بقى ان ابنها او جوزها لبسه انضف.
كده خلاص البيتزا بقت التخانه بتاعتها كويسه، ونحط فيها العجينه. طبعا دي الصينيه اللي هي الستاندرد، اللي هي قطرها حوالي 30 سنتي. في صواني اصغر وفي صواني اكبر، وممكن نعمل بيتزا مربعه او بيتزا مدوره او مثلثه زي ما احنا عايزين. هنجيب سكينه بس مش حاميه قوي، عشان عايزين نقص الزيادات دي كلها. وزي ما انتم شايفين صينيه البيتزا، الفرق بينها وبين صواني كيك ان الحرف بتاعها بيبقى اوطى شويه، علشان واحنا بننقل منها البيتزا نطلعها ما نضطرش نرفعها مسافه جامده فتتهري او تتكسر. ويا ريت يبقى دايما صينيه البيتزا نوعها كويس، علشان مش عايزين البيتزا تلزق، ومش عايزين ندهن الصينيه دي ولا زيت ولا زبده ولا حاجه، علشان البيتزا المفروض تتخبز مش تتحمر. شلنا العجينة الزيادة، محتاجين معلقة هنبتدي نحط صوص بيتزا في النص. برضو مش عايزين نزود قوي الصوص بتاع البيتزا، علشان زي ما قلتلكم مش عايز العجينه واحنا بنطلعها، يعني كله هيبقى سهل وظريف واحنا بندخلها الفرن، بس واحنا بنطلعها عشان نقدمها في طبق لو الحاجات اللي فوقيها كتيره زياده عن اللزوم هيبقى نقلها صعب. طبعا لو الصلصه زياده احنا ممكن نشيلها في الفريزر في علبه او حاجه ونستخدمها كل ما نيجي نعمل بيتزا، والصلصه دي احلى بكتير من الصلصات اللي موجوده في السوبر ماركت، عشان مش عشان انا اشطر او حاجه، علشان كل واحد هيعمل في الصلصه اللي هو عايزه. هنبتدي نحط بعد ما خلصنا الصلصه هنحط البيبروني على البيتزا، مش هنحطه كله، هنحط شويه منه في الاول، وبعدين هنغطيه بجبنه موتزاريلا اللي هي المبشوره ومتوفرة في السوق مجمدة. طبعا الجبنة الموتزاريلا في منها الصحيح وفي منها المبشور في البيتزا، لان احنا كده كده عايزينها مبشورة، فاسهل نجيب المبشور. وكنت قلت لكم قبل كده ان الجبنة الصحيحة الموتزاريلا مش متوفرة قوي، لان ناس قليلة بتستخدمها، فتقريبا هي ده رأيي يعني، مش دراسة او حاجة، لان ناس كتيرة الناس ما بتستخدمهاش بكثرة، لان استخداماتها قليله. هي طبعا مش قليله، ولكن ناس كتيره ما تعرفش استخداماتها ايه. هنجيب برضو جبنه جوده. طبعا الجبنه الموتزاريلا من هي النوع الرئيسي من الجبنه اللي بتحط على البيتزا، واكتر نوع مستخدم، ولكن احنا عايزين نعمل تشكيل الجبنه عشان برضو ندي طعم ظريف. فعندنا جبنه جوده هنحطها كده سلايسز كاملة على البيتزا. وبعدين هنجيب جبنة رومي نبشرها، عايزين مبشرة. جبنة رومي بتدي حدوقية لذيذة جدا للموضوع.
طبعا فطيره الجبنه الرومي بالسجق مشهوره جدا، هنبقى نعمل اكيد ان شاء الله فطير. بعد ما نخلص هنحط بيبروني تاني، وبعدين هنحط جبنه بارميجان تاني عليها، مش عايزين نزود قوي الحاجات دي علشان يبقى نقل البيتزا في الطبق سهل. انا اسف، جبنه موتزاريلا نحط شويه، وهنبشر جبنه بارميجان برضو عليها. مدام جبنه طبعا انا بستخدم جبنه البارميجان كتير عشان طعمها حلو جدا، وهي طبعا جبنه ايطالي اصلا، والجوده برده زي ما قلت لكم قبل كده هي مش جبنه مصري، هي اسمها اصلا جوده. بعد ما خلصنا هنحط شويه بهارات كده على الوش، وهنحط روز ماري برده، نحط نعناع ناشف، وكده يبقى احنا خلصنا البيتزا. هندخلها الفرن. احنا الاول حطينا العجينه، وبعدين حطينا شويه من الصوص اللي عملناه اللي هو بالريحان وبالنعناع وعليه توم وزيت زيتون واي بهارات انتوا بتحبوها والصلصه اللي هي المعلبه، وبعدين حطينا جبنه موتزاريلا وجبنه جوده وجبنه رومي مبشوره والبيبروني، وبعدين جبنه موتزاريلا تاني وشويه بهارات على الوش. هندخلها الفرن على اعلى درجة حرارة، وهي المفروض 10 دقايق ربع ساعة تبقى البيتزا استوت. هنروح دلوقتي نشوف تقرير بتاع التفاح ونرجع نبتدي نعمل في الكالزوني. التفاح الاصفر والتفاح الاحمر والتفاح الاخضر، واكبر نسبه منه تعتبر من الالياف. التفاح مفيد جدا لجسمنا ولاحتياجاتنا الصحيه. التفاح غني جدا بالحديد، التفاح غني بنسبه عاليه من البكتين اللي تعتبر من مضادات الاكسده اللي جسمنا محتاجها. اشهر ما يميز التفاح طبعا احتوائه على كميه كبيره جدا من الالياف، خاصه الياف البكتين. الالياف دي كلها بتمنع تراكم السموم داخل الامعاء وتقلل من امتصاص الدهون والاملاح، وبالتالي التفاح يقي من حدوث الاورام السرطانيه، خاصه اورام الجهاز الهضمي في الترتيب الاول. ثانيا اورام الخلايا الليمفاويه، اورام الليمفاويه عموما. ثالثا التفاح بيحتوي على نسبه معقوله جدا من فيتامين سي والكالسيوم، وبالتالي هو مفيد جدا في علاج مشاكل العظام وعلاج فقره الدم بانه بيحتوي على الحديد. موجود هنا في السوق عندنا التفاح اللبناني، وعندنا التفاح السوري، عندنا الصيني، عندنا ايطالي، عندنا يوناني. هي دي الانواع الاكثر انواع شيوعا في السوق عندنا. احنا بنستورد السوريا ولبنان، وعندك ايطاليا ده بيستورد. البلد ده في شهر 5 او 5 يبدا الموسم بتاعه. انواع التفاح كثيره جدا ومتعدده، منها التفاح الاحمر والتفاح الاخضر والتفاح الاصفر. التفاح الاحمر طبعا غني بالصبغات المضاده للاكسده واكثرهم فايده، وكل زي ما اتفقنا كل ما الصبغات تبقى مركزه اكثر وكل ما زاد لونه احمرارا كل ما كان فيه الصبغات المضاده للاكسده، وبالتالي اللي بتفيد جدا في منع تكون الاورام وبالتالي تكون الخلايا السرطانيه. التفاح الاصفر الجلاسيميك اندكس بتاعه عالي شويه، المعامل السكري بتاعه بيبقى عالي شويه، وبالتالي ممكن يساعد شويه في زياده الوزن، وسعرات الحراره تبقى اعلى شويه صغيرين بالمقارنه بالانواع الاخرى من التفاح. التفاح مفيد لحياتنا اليوميه لان النسبه العاليه اللي فيه او النسبه المعتدله اللي فيه من الحديد بتحمينا من امراض كتير زي الانيميا. كمان التفاح يعتبر دواء طبيعي للناس اللي بتشتكي من الام الجسديه او بتشتكي من مقرص. كمان التفاح زي ما قلنا التكوين اللي فيه مضاد اكسده محتاج جسمنا محتاجه. مش بس كده، من ضمن الناس اللي بتشتكي من
وجود امساك او امساك مزمن بيحصل لها. لو خدنا كل يوم تفاحه بيديني احتياجاتنا من الالياف الكافيه كل يوم عشان يحصل عمليه الاخراج بصفه عامه. اهلا بيكم مره تانية بعد الفاصل. شفنا في التقرير اللي فات فوائد التفاح وان هو فيه فيتامينات مفيده جدا، ودايما نقول ان ابل دي كيبس ذا دكتور اواي، او تفاحه في اليوم تغنيك عن زياره الطبيب. خلاص الصوص خلص، مش محتاجينه تاني، هنحتاجه شويه في الفيلنج اللي هنعمله. هنعمل دلوقتي الفيلنج او الحشو بتاع الكالزوني اللي هي نفس عجينه البيتزا، وهنبشر بصلايه نقشرها بس الاول. طبعا انا يعني ممكن تستخدموا اي نوع بصل، انا بفضل البصل الاحمر علشان مسكر سنه. محتاجين مبشره اللي هي اهي، وسايب ميه هنا تغلي على النار في طاسه تانية. هقول لكم ليه محتاجين نعلي النار شويه. محتاجين حوالي نص بصلايه مبشوره مش كتير، شويه زيت زيتون، وتوم، هنقطعه حتت صغيرة، فص توم واحد كفاية، كالزوني زي ما انا قلت لكم هو عجينه بالظبط هي عجينه البيتزا، ولكن معموله على شكل نص دايره. يعني برضو هنفرد عجينه البيتزا، هوريكم دلوقتي، على شكل دايره، وبعدين نحط جواها الحشو ونتنيها. عايزين برضو نحط ملح وفلفل على الكلام ده. هندفي على الميه اللي كانت بتغلي، خلاص احنا مش عايزينها مغليه قوي، عايزينها دافيه. الميه دي هقول لكم ليه بنغليها دلوقتي. وعايزين فلفل اللي هو دايما بيستخبى. هنحط شوية صلصة من دي بس صغيرين قوي. احنا اهم حاجة في الحشو بتاع الكالزوني ان هو يبقى حشو ناشف مش مبلول او ما فيهوش مية كتير، علشان مش عايزين الكالزوني يعجن ويقعد يشرب في المية اللي نازلة من الحاجة. نجيب معلقة نضيفة ونقلب الكلام ده، ونشيل المية دي من على النار عشان تبطل تغلي شوية. هنقطع مشروم برضو، هتشوفوا دلوقتي شكله هيبقى عامل ازاي. عايزين نحط مشروم كتير، هنزود شوية زيت زيتون، وبعدين عندنا نص كيس سبانخ مجمدة اللي هي بتبقى مفرومة جاهزة في السوبر ماركت. نحط السبانخ
طبعا الخلطه دي طعمها ظريف، ولكن طعمها زي ما بنقول يعني مش دلع، ولكن طعمها ميت شويه، مفيش حاجه كده تضرب في الدماغ. فانا هحط عليها برضو بسطرمه، وعشان كده انا غالي الميه. مشكله البسطرمه ان هي الحلبه فيها كتير شويه، والناس بتشتكي من ريحتها. فحل ظريف اتعلمته من حمايه، وحمايه راجل يعني الاكل معاه متعه، ان احنا البسطرمه نقطعها حتت ونسقطها في ميه مغليه، فتنزل شويه من الحلبه اللي فيها والثوم، علشان ما تبقاش ريحتها متفجره وتعمل مشاكل عائليه. وقوم من جنبي، انت واكل بسطرمه النهارده، ده ايه ريحه الحلبه دي؟ طبعا انا اكتر حاجه بحبها في حياتي البيض بالبسطرمه، يعني يوم الجمعه الصبح عندي ده مقدس، لازم اكل بيض بالبسطرمه وفول، واحس كده ان انا لو ما اكلتش بيض بالبسطرمه ان يوم الجمعه ايه باظ كده خلاص. يعني انزل بقى ايه الصاله قرفان، واقضي اليوم قرفان لان ما اكلتش بيض بالبسطرمه. وهنحط البسطرمه في ميه، نوطي شويه على الكلام ده. ممكن نحط عليها شوية صلصة حمرا تانية، مش كتير، نغطي عليها على الاخر، نشيل البسطرمة. طبعا كان زمان البسطرمة كلها بتتباع بالغلاف الفظيع اللي حواليها ده، تقعد تنضف البسطرمة ويخش جوه ضوافرك، وما يبقاش بس ريحة بوقك بسطرمة، لا ده يبقى حياتك كلها بسطرمة. دلوقتي البسطرمة بتتباع زي ما احنا شايفين، لون البسطرمه اتغير شويه، افتح لان هي استوت شويه من الميه. هنطلعها من الميه ونحطها مع السبانخ. وهوريكم دلوقتي لون الميه عامل ازاي وانا بدلقها في الحوض. زي ما انتم شايفين لون الميه بقى معكر شويه، ده من الحلبه ومن التوم اللي في البسطرمه. مش عايزين الحله دي تاني، هنقلب الكلام ده كله. وعشان بقى نزيد المشاعر تفجيرا هنبشر عليها جبنه رومي. المبشره فيها بصل بس مش مشكله، كده كده احنا حاطين بصل. طب والجبنه الرومي اللي جه عليها بصل هنعمل ايه؟ هوريكم دلوقتي طريقه سهله جدا نتاكد ان حته الجبنه اللي فاضله ما فيهاش بصل، وهي ان احنا بنقطع الحته دي كده وبناكلها باسلوب جمالي واحنا بنطبخ. هنقلب الكلام ده كله، هنبتدي نفردها. نحاول نخليها مدورة على قد ما نقدر. كده العجينه بقت تمام، هنبتدي نطلع الحشو نحطه في نص العجينه، هنقفل على العجينه، وبعدين هنبتدي نقص
الرفوف الزياده. وبعدين هنبتدي نتنيها كده، نلفها عشان نعرف نتنيها اسهل. هنقفلها كويس علشان مش عايزين الحشو يهرب. زي ما احنا شايفين شكلها بقى عامل ازاي، شبه القطايف الكبيره. هنجيب، نشيل بس دي من على النار عشان ما تحرقش. هنجيب برده صينيه بتاعت فرن، خلي بالنا عشان ما تفتحش، برده مش عايزين زيت ولا حاجه، والفرن على اعلى حاجه. ونحطها في الفرن. ونسيبها في الفرن برضو 10 دقايق لربع ساعة. وكده يبقى خلصنا. وريناكوا ازاي نعمل عجينة البيتزا، وريناكوا ازاي نعمل الصوص بتاع البيتزا والفيلينج. هنطلع دلوقتي نشوف تقرير عن اخر مرة امتى اكلت بره، ونرجع تاني اوريكوا ازاي نقدم الاطباق دي. اخر مره اكلت فيها كنت واكل من 3 4 ايام كده، اكلت الفريدو تشيكن يعني باستا. يعني اخر مره اكلت فيها النهارده واكلت بيتزا النهارده الصبح. اكلت النهارده فول وطعميه زي بيت بقى ناس وكده، فطرنا فول وطعميه. اخر مره اكلت فيها بره كان اول امبارح في النادي، اكلت برجر ومناقيش. اخر مره اكلت كان من اسبوع كده وكان اكل صيني. أنا آخر مرة أكلت فيها كان النهاردة وأكلت بيتزا. وبصراحة آخر مرة أكلت كان حوالي من يومين، كانت مشويات. آخر مرة أكلت برة كان أول امبارح فاست فود تشيز برجر. آخر مرة أكلت فيها برة كان الأسبوع اللي قبل اللي فات، وأكلت فراخ مشوية. أهلا بيكم مرة تانية بعد الفاصل. إحنا خلاص البيتزا خلصت، طلعناها في طبق ورشينا عليها شوية جبنة بارميجان برضو هتسيح في النص. الكالزوني خلاص قرب يخلص، ممكن نبص عليه. خلاص ابتدى يبقى لونه بني شويه، ممكن نسيبه كمان دقيقتين والبيتزا نحطها على جنب عشان لما نيجي نطلع الكالزوني. ممكن برضو نحط على البيتزا حتة نعناع كده في النص تدي شكل جمالي. وممكن نرش عليه رشة زيت زيتون. عشان يبقى ايطالي بقى من بلاده. هنطلع الكالزوني من الفرن. زي ما احنا شايفين كالزوني الحجم العائلي. سخن جدا. هنسيبها تهدى شوية. وبعدين زي ما احنا شايفين مقرمشة جدا من برة، عاملة زي العيش. هنقطعها نصين بالراحة عشان اللي جوه ما ينفجرش. زي ما احنا شايفين بتطلع دخان جامد جدا من جوه. وزي ما احنا شايفين الحشو جواها مية مية. ممكن نبشر عليها جبنة بارميجان برضو اللي هي راحت هنا. عشان تسيح العيش من بره او العجينه من بره. ونحط جنبها برضو، نحط ريحان ونعناع عشان يدوا شكل. مش
شوية زيت زيتون على الوش عشان يخليها بتلمع. وكده يبقى خلصنا الكالزوني وخلصنا البيتزا. اتمنى تكون الحاجات النهارده عجبتكم. ما تنسوش تخشوا على البيج بتاعتنا على الفيسبوك بعد الحلقه تجربوا الحاجات دي وتبعتوا لنا رايكم على الايميل، وبرده اعملوا لنا فولو على تويتر عشان تعرفوا مواعيد الحلقات بتاعتنا وايه الحاجات اللي هنعملها فيها.